في هذه اللحظة الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط العاشر في المجموعة هذا الشوط الثاني لفئة الجذاع القعدان من مسافة الأربعة كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الكبار. في أول المراكز هذا الفائز للسيد محمد بن ناصر الناصر مع الفائز. في أول المراكز ثاني المراكز هذا شاهين للسيد سالم بن عبدان المريفي. ثاني المراكز ثالث المراكز الباز سيد محمد بن صالح المري مع الباز في ثالث المراكز في هذه اللحظات. اللي في اول المراكز الفائز للسيد محمد بن ناصر الناصر مسيطر الفائز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. اما اللي في ثاني المراكز الحفلة الكريمة هذا شاهين للسيد سالم بن عبدان المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز الباز السيد محمد بن صالح المري في هذه اللحظات الحفلة الكريمة في ثالث المراكز. ولكن هذا اللي في اول المراكز مسيطر الحفلة الكريمة الفائز السيد محمد بن ناصر الناصر في اول المراكز. ثاني المراكز شاهين السيد سالم بن عبدان المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا الباز السيد محمد بن صالح المري محمد بن صالح المري مع الباز في هذه اللحظات الحفل الكريم في ثالثة المراكز. أول المراكز ما زال حتى هذه اللحظات الفائز لسيد محمد بن ناصر الناصر في أول المراكز. ثاني المراكز الحفل الكريم هذا شاهين لسيد سالم بن عبدان المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز الحفل الكريم هذا الباز لسيد محمد بن صالح المري. ولكن الفائز أول المراكز السيد محمد بن ناصر الناصر في أول المراكز مع الفائز. وبتخبرك عن الشقب يا محمد بن ناصر هذا الشقب طمني إن شاء الله يكون الشقب بصحة جيدة يا الحفل الكريم وجاهز لهذا الموسم الشقب لسيد محمد بن ناصر الناصر. ولكن هذا الفائز اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذا الفائز السيد محمد بن ناصر الناصر في أول المراكز ومسيطر حتى هذه اللحظات. أما اللي في ثاني المراكز شاهين لسيد سالم بن عبدان المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز أي الحفل الكريم هذا الباز لسيد محمد بن صالح المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز. ولكن الفائز يباعد المسافة الفائز لسيد محمد بن ناصر الناصر في أول المراكز ومسيطر حتى هذه اللحظات سيطرة تامة. الفائز لسيد محمد ابن ناصر الناصر في اول المراكز هذا الفايز في اول المراكز كما تشاهدون على شاشه التلفزيون. اما اللي في ثاني المراكز الحفل الكريم هذا هو اللي في ثاني المراكز واصل هذا شاهين للسيد سالم بن عبدان المري. ثالث المراكز هذا الباز السيد محمد بن صالح المري في هذه اللحظه في ثالث المراكز الحفل الكريم. اللي في اول المراكز الحفل الكريم كما تشاهدون على شاشه التلفزيون هذا الفائز لسيد محمد بن ناصر الناصر. وهذه السلاله المميزه وهذه السلاله التي صالت وجالت في ميادين سباقات الهجن هذا انتاج الفائز انتاج ام الزبار. الفائز في اول المراكز لسيد محمد بن ناصر الناصر في اول المراكز ومسيطر سيطره تامه. الفائز هذا الحفل الكريم في اول المراكز
اما اللي في ثاني المراكز الحفل الكريم هذا شاهين لسيد سالم بن عبدان المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا الباز لسيد محمد بن صالح المري، ولكن راح الفائز بالمركز الاول وراح الفائز بالناموس اي الحفل الكريم هذا الفائز. يا ما سالت وجالت هذه السلاله، يا ما سالت ونومست هذه السلاله، يا ما فرحت الكثير والكثير، عقبالك يا ابو ناصر على فوز الفائز في الاشواط الرئيسيه وفي الختاميات. هذا الفائز للسيد محمد بن ناصر الناصر، انتزع المركز الاول وسيطر سيطره تامه. نقول تهانينا والناموس على فوز الفائز. هذا الفائز يكفي ان اسم الفائز هي الحفل الكريم، وهذه السلاله المميزه سلاله الفائز المملوك الهجن لمملوك الانتاج ام الزبار. تهانينا والناموس للسيد محمد بن ناصر الناصر على هذا الفوز المميز وامتلاك هذا الاسم المميز وهذه السلاله المميزه مع السيد محمد بن ناصر الناصر. تهانينا والناموس اللي في ثاني المراكز، وصل اي الحفل الكريم واصل في ثاني المراكز الباز للسيد محمد بن صالح المري، وصل شاهين للسيد سالم بن عبدان في ثاني المراكز، ثالث المراكز الباز للسيد محمد بن صالح المري. التوقيت الزميلي هذا الشوط 6:41 و26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.